وجعل العافية أبو غويزي استهلي أبو حلي مع القهوة بعد ما مهند الفيصل جحفلني كمان جحفلك والله العظيم جاني وأنا كان عندي اليوم تسجيل عمل ومنهم ما نمت لم تأخر يجيني قال بداحكم لك في شيء مقدم من جمهورك تستاهل قلت لا دام من جمهوري أقوم ليش ما أقوم والله أقوم أبدل وأطلع وأجي يوم جيت أرى لا فيديو ولا تغريدة أمانة تقولني داري مير ما جيتك قومني ومصري أخرت لا فيديو ولا تغريدة من حسن وأنا أدري أن الجمهور مرسل كذا أنا أثق في جمهور مرسل تغريدات ومرسل بس مهند طيب يا مهند شخصنا معي أوريك الأسبوع الجاي آخر حلقة له ما طول مهند اليوم ما ادري ما طول اشو انا جاني مقطع مقطع أوه. حقي كان اول مقطع حلو وعلى طول رحت حلقت والله عود للجد والله مهند اخونا عزيز وغالي نمزح معه اي والله والله نعم كل تغريدات تجي الشباب اللي يجي الشباب كان يجينا بس عارف لكن يلا تو قايم من النوم يبا باقي ما صحصحنا لحد الان وانا اصلا ادري ترى مو مهند من واحد اعرفه محمد عبد الرحيم اي عبد الرحيم عارفه انا يسوي زي كذا كذا مقطع